بالنسبة للسكول الأماكن دي نخلي بالنا منها. المنطقة دي نسميها أنتيرو فونتانيل أو البريجما، بيحصل لها أوسيفيكيشن عند سنة ونص سنتين، هي التقاء ثلاثة بونز الفرونتال والاثنين برايتال بون. لو حطينا علامة في المنطقة الخلفية هنا دي بنسموها ضمضة، ودي بتعمل الأوسيفيكيشن عند ست شهور، ودي التقاء ثلاث عظمات برضو اثنين برايتال بون واحدة أوكسيبيتال بون. ده بالنسبة للفولت. لو جينا في اللاترال اسبكت هنا بنحط ممكن علامة هنا تمبرال لاين، وبحط علامة هنا في التمبرال فوسة وبقول ايدنتيفيكيشن، فتقول تمبرال فوسة والماسل زي اتاتشد هنا بتبقى التمبراليس، النيرف سبلاي بتاعها المانديبولار، الاكشن بتعمل اليفيشن وبتعمل كمان ريتراكشن للمانديبولار. ده بالنسبة للأول ماسيتر هنا. تاني واحدة بنحط علامة هنا على زيجوماتيك ارش وبنسميه زيجوماتيك ارش، والماسلز اللي اتاتشد اسمها ماسيتر والنيرف سبلاي مانديبولار، والاكشن برضو بتاعها بتعمل اليفيشن للماندبل وبتعمل بروتروجن يعني تطلعه لقدام، يعني دي تعمل ريتراكشن ودي ترد عليه تطلعه لقدام كده. ماشي. لو جينا نزلنا في المنطقه اللي تحت هنا، المنطقه اللي تحت دي اسمها انفرا تمبرال فوسا، المنطقه اللي تحت هنا اسمها انفرا تمبرال فوسا، اللي عليها اللون الاخضر اللي هتشوفوه ده دي اسمها لاترال تريجويد. اسمها ايه؟ اللي عليها اللون الاخضر دي اسمها لاترال تريجويد. مثالي واضح. اللاترال تريجويد دي اسمها لاترال تريجويد بليت. اسمها لاترال تريجويد ايه؟ بليت. اللاترال تريجويد بليت لو جه لو عظللنا المنطقه دي بقول له اسمها لاترال تريجويد بليت، والعضلات اللي اتاتشت ليها بتبقى اثنين ماسل، واحده من السيرفس الاخضر اللي انتم شايفينه ده، واحده من نفس العظمه بس من الداخل. تالي كلامي واضح. فلو احنا ظللنا دي قلنا لك ماسل اتاتشد، يبقى انا مظللها من الخارج ولا من الداخل؟ من الخارج، تبقى اللاترال تريجويد. واضح كلامي؟ لو ظللناها من الداخل تبقى مين؟ ميديال تريجويد. لو ظللناها من الخارج لاترال تريجويد او من الداخل ميديال تريجويد، الاثنين بياخد نيرف سبلاي من المانديبولار نيرف. صحيح الميديال تريجويد بتاخد من المين ترانك من الاساس من الجذع، والتانيين كلهم كل عضله الماستيكيشن بتاخد من الانتيرو ديفيجن. لكن لو واحد يعني راحت منه الاجابه يقول مانديبولار وخلاص. الميديال تريجويد واللاترال تريجويد الاكشن بتاعهم برضه بيعملوا اليفيشن للمانديبولار. امال مين العضله الوحيده اللي بتعمل ديبريشن؟ واحده من الاثنين دول. اللاترال. يعني ما بتعملش الاثنين، ما بيعملوش الاليفيشن، واحده منهم اللي بتعمل الاليفيشن. اللاترال تريجويد بتعمل ديبريشن للمد. والاثنين بيعملوا حاجه اسمها سايد تو سايد موفمنتس. لو لاترال على ناحيه وميديا للناحيه الثانيه. يعكسوا بعض، بيعملوا سايد تو سايد موفمنتس. ده بالنسبه لللاترال تريجويد. دي اسمها ماكزيلا. لو جينا في اخر جزء في الماكزيلا وظلنا المكان ده كده. دي اسمها ماكسيلاري تيوبروسيتي. اسمها ماكسيلاري ايه؟ ميديال تريجويد. المهم ايه؟ يبقى الميديال تريجويد من الداخل من هنا يا دكتور ولا من هنا؟ من الاثنين، لانها طالعه براسين. فاكرين اللون الاخضر اللي شفناه؟ مش احنا قلنا من الداخل ميديال وبرده هنا ميديال برده. طب خلي بالكم بقى، يعني دي برده نفس الكلام على الميديال تريجويد، هيبقى عليها برده نفس الكلام اللي قلناه هنا. طب لو جينا ظللنا ان الخط اللي هنا ده، الخط ده فين بالظبط كده؟ في الانفرا تمبرال فوسا. احنا في الانفرا تمبرال فوسا تحت القوس اللي اسمه زيجوماتيك ارش، في خط انا برسمه هنا اهو. الخط ده اسمه انفرا تمبرال كريست. انفرا تمبرال كريست لاترال تريجويد. الله، ما لسه هي اللاترال تريجويد دلوقتي قايلها فين؟ اللاترال تريجويد الاخضر. هي الاثنين جنب بعض لانها لها هيدين، ابر هيد ولور هيد. الابر هيد من الخط الاسود ده، واللور هيد من الخط الاخضر ده. عرفتوا مكانهم فين ولا لا؟ اذا مش هطلع انا من منطقه الانفرا تمبرال فوسا دي الا ما ابص على اللاترال تريجويد بليت كعظمه وفي تو ماسلز اتاتشد ليها، وهبص في نفس المكان على منطقتين، منطقه اسمها انفرا تمبرال كريست ومنطقه اسمها ماكسيلاري تيوبروسيتي. ثم في فوسه كبيره هنا اهي بيخش فيها الهيد اوف ذا ماندبل. الهيد ده بيخش هنا كده. المكان ده هتلاقوه قدام الثقب ده. في ثقب هنا اهو. شايفينه ولا لا؟ اللي هو الاكسترنال اوديترمييتس. المكان ده اسمه مانديبولار فوسا. اسمه ايه؟ مانديبولار فوسا. المانديبولار فوسا اللي هو المكان ده. فور هيد اوف ذا ماندبل. فور جوينت اسمه تمبرو مانديبولار جوينت. ساينوفيال. موديفايد سادل.
والحركات اللي بتتم عنده إليفيشن وديبريشن وبروتروجن وريتراكشن وسايتوسايت النيرف سبلاي اوريكولو وتمبرال نير اوف مانديبل. بس ده بقى لازم يتقال اوريكولو وتمبرال نير، ما يتقالش مانديبل. اوريكولو اوريكل يعني العصب اللي رايح للودن للاذن الخارجيه دي او الصوان ده، اوريكولو تمبرال نير ده بالنسبه لمنطقه الانفرا تمبرال فوسه ومناطق الحساسه اللي فيه. بعد كده في عندنا حاجه اسمها ماستويد بروسيس. لو ظللت الماستويد بروسيس من الخارج اسمها ماستويد بروسيس استيرنو ماستويد. والاسترنو ماستويد ده مكان ليها، المكان الثاني من عند الاسترنوم والكلافيكل من تحت التاتشمنت الثاني من عند الاسترنوم والكلافيكل، والعضله دي بتعمل فليكشن للنك او بتعمل روتيشن للفيس او مش او لا و وبتعمل روتيشن للفيس للاوبزيت سايد. والعضله دي النيرف سبلاي بتاعها اكسسوري نيرف زائد سي 3 وسي 4. سي 3 وسي 4 بياخدوا منها حاجه اسمها بروبريسبتيف سنسيشن او اللي هي سنس اوف بوزيشن بتاعها، فنكتبها كده اكسسوري نيرف سي 3 سي 4. واضح كلامي؟ طيب لو جينا من الداخل نفس الماستويد وظللتها بس من الداخل ظللتها من الداخل يبقى اسمها ايه اللي من الداخل دي؟ دايجاستريك فوسة. الجماعة اللي ورايا اسمها دايجاستريك فوسة فور بوستيريور بيلي دايجاستريك فيشيال نيرف اليفيشن اوف هايويد بون وان اوف ذا ماسلز اوف اللي هو بيتحرك مع الديجليتيشن مع البلع والفونيشن مع الكلام. واضح؟ ديت اللي بنسميها بوستيريور بيلي دايجاستريك. بعد كده في حاجه شكل الشوكه اللي هي معمول عليها اللون الاحمر ده اسمها ستايلويد بروسيس. ستايلويد بروسيس ماسك فيها حاجات كتير منها ستايلو هايويد ماسل وستايلو هايويد ليجامنت وستايلو فارنجياس ماسل. معايا؟ يعني على لو قال لك قول لي عضلتين ماسكين فيها يبقى ستايلو فارنجياس وستايلو هايويد. واضح كلامي ولا لا؟ يعني دي صعبه شويه. نخش بقى في الثقوب المهمه اللي ممكن تجي لي في الاسكالا. انتوا بتاخدوها من بره ما تاخدوهاش من جوه. الثقوب مش عليكم من جوه. احط الاله في اول ثقب هتشوفوه. عشان كده لما بكلم على الروتاندا واحد قال لي احنا ما شفناش الروتاندا، صح هو كان عنده حق لانها من الداخل مش من الخارج. اول ثقبه عندنا في الهارد بلد من الخلف دي اسمها هارد بلد اهي. الثقب ده اللي قدامي شايفين الاول؟ انا بقول اللي قدامي شايفين؟ شايفينها؟ الفورمن ده اسمه جريتر بالاتاين فورم. اسمه ايه؟ جريتر بالاتاين فورم فور جريتر بالاتاين نيرف اند فيزلز. في واحد في اول البلد قدام خالص اهو انسيسيف. شايفين اللي في الاول ده؟ في الاول هنا انسيسيف فور انسيسيف نيرفز او حتى الجريتر بالاتاين نيرف بيكمل هنا ويخش منه اللي هو الجريتر بالاتاين نيرف الترمينيشن بتاعته الجريتر بالاتاين نيرف وجريتر بالاتاين نيرف. ها؟ ماشي جريتر بالاتاين نيزو فرنجيل ده ايه ده؟ ايه اللي نيزو فرنجيل؟ نيزو بالاتاين خلاص يا جماعه الجريتر بالاتاين بيكمل من هنا ويطلع المنطقه دي بيطلع باك ابورد ويطلع من الاول اللي هو البيت دي كمان اللي هو جزء من النزل كافيتي من تحت. شوفوا لي كمان فورم من هنا مهم قوي قوي بقى اللي هو الفورم من ده. واحنا واحنا لما تشوفوه كرة الفورم من ده الفورمن ده اسمه فورمن ايه؟ اوفال. فورمن اوفال. الفورمن اوفال الجماعه اللي جنبي وراه على طول فورمن اصغر منه هو اسمه فورمن اسباينوزا. فورمن ايه؟ اسباينوزا. شايفينه؟ انا هشيل الاله عشان تشوفوه ورا الفورمن اوفال على طول. واضح؟ شايفين الفورمن اوفال؟
هو خلفه على طول. وجنبه مين؟ فورامن سباينوزا. للداخل هتلاقي الفورامن ده. للداخل بقول جنب الميدلاين اسمه فورامن لاسر. شوفوهم بقى بالترتيب كده جنب بعض. فورامن اوفال. سباينوزا لاسر. اوفال. سباينوزا لاسر. اوفال. سباينوزا لاسر. ماشي؟ كاروتد. شوف انا وصلت لفين؟ وصلت للاخر بقى خالص اهو. كاروتد. جاجر. كاروتد. جاجر. نرجع لدول تاني. كاروتد. جاجولار. انتير كوندايل. بصوا عليه كويس. شايفين التلاتة مترتبين ازاي؟ اقول تاني اخر مرة. كاروتد. جاجولار. انتير كوندايل. كاروتد. جاجولار. كبير قوي ده. انتير كوندايل. كاروتد. كبير قوي ده. جاجولار. انتير كوندايل. كاروتد. جاجولار. انتير كوندايل. واضحوا؟ خلي بالكم بقى من اللي جاي. دي اسمها ستايلويد. دي ستايلويد روساس. ودي مين؟ دور في وسطهم هتلاقي في فورامين اهو. ستايلو ماستويد فورم. ستايلو ماستويد فورم. ستايلو ماستويد فورم. كل فورم من اللي انا اتكلمت عليهم دول تعرفوه الاستراكشر باس رو. يتحافظوا زي اسماكم. واحد فيهم هيجي. فورم الماجنم اهو. يا راجل انا اسمك مش عارف يا عم. طبعا ده اسهل واحد فيهم بيعدي فيه اللور اند بتاعت المظله والفيرتبرال ارتر اللي عايز يحفظ يعني. والفيرتبرال ارتر. والسباينال اكسسوري نيرف. معايا؟ انما الصغيرين دول يتحفظوا من اول اللي احنا شفناه في القدام خالص الانسيسيف اللي هو بيعدي منه النهايات بتاعت الجريتر بالاتين نيرف اند فيزلز مع الجريتر بالاتين فورم اللي بيعدي منه جريتر بالاتين نيرف اند فيزلز. الفورم اوفال. الفورم سباينوزا. اللاسرم ما فيش حاجه بتعدي منه. يا راجل. بيعدي فيه ايه؟ يا راجل. يا راجل. الكلام غير ده. اللاسرم ما حدش يقراه. هو مقفول بفايبرو كارتريج في الليفنج بيبقى عليه من فوق الانترنال كاروتيد ارتر. واضح؟ ما حدش يقرا حاجه ماشيه فيه، ما فيش حاجه تعدي فيه بالنسبه لكم على الاقل. ولا بتروزل ولا غير بتروزل. واضح؟ ما حدش يقراه خالص. الفورامين اوفال اهم حاجه بتعدي فيه المانديبولار نيرف. ما يتنساش. الفورامين اوفال. اذا نسينا اي حاجه يبقى اول حاجه نقولها ونفتكرها المانديبولار نيرف. واضح؟ معايا؟ اكسسوري مننجيال ارتر. انما الفورامين سباينوزم بيعدي فيه ميدل مننجيال ارتر مش الاكسسوري مننجيال ارتر. مع النيرفس سباينوزم طبعا. واضح؟ طبعا الكاروتيد فورامين ما يتنساش الانترنال كاروتيد ارتري وسيمباثيتك بلكسس اراوند ات. فيه شبكه محترمه من السيمباثيتك بلكسس اراوند ات. ده الكاروتيد بيعدي من هنا واللي الارتر اللي بيخش من الكاروتيد يظهر على اللاسرم في الداخل مش بيعدي من اللاسرم بيظهر على اللاسرم من الداخل. واضح كلامي ولا لا؟ دي الاسكان. اي عضله كلكم عرفتوا الكلام ده وكررناه مره واثنين والف عشان نقول الكلام مجمع واجري عليها مره واحده. مفيش عضله امسكها اللي ما تبقى عارف الاتاتشمنت بتاعتها في البو. في البو. مش الاتاتشمنت بتاعتها هنا.
يعني ما امسكلكش بايسبس واقول لك اذكر لي الاتاتشمنت. طبعا لو افترضت ان انا قلت لو حصل ومسكت بايسبس قلت لك الاتاتشمنت، لو انت مذاكر هنا هتجيبها هنا، لكن ما بنلجاش للموضوع ده كتير. بس العضلات لما بتتمسك في السوفت اللي انا ماسكه ده بيبقى الكلام على ايه؟ اكشن. ولو حط نمره واحد المين اكشن بتاعها في القصب بالذات عشان اخلص بسرعه واتحرك مفيش وقت. نمره اثنين النيرف سبلاي، الاكشن والنيرف سبلاي يتحفظوا. نشوفهم بقى واحده واحده. اذا دخلت على الابر لمب ولقيته بالمنظر ده قدامي يعني مفتوح اللي هو الانتيرو سيرفيس، غير لما يبقى كده هو موجود البوستيرو سيرفيس. اذا دخلت عليه هو بالمنظر ده بشوف المنطقه اللي هي اسمها منطقه الاسكابولار ريجون، ثم الارم، ثم الفور ارم، ثم الهاند. لو الرابطه هنا هيبقى في منطقه الاسكابولار ريجون، لو المنطقه هنا هتبقى في منطقه الارم، وهكذا. ابقى عارف لو كنا فوق في المنطقه الاماميه وقبل ما اشيل اي شيء واضح قدامي في عضله اهي، في عضله اهي عملت انا حاجه؟ لا اهي اهي ما عملتش حاجه. اقلب لي الارم ده كده، اقلبه اهي، ما عملناش حاجه. بيكتورال اسميشن، ارفع اللي عندك دي حته عضله صغنونه قوي تحتيها بيكتورال اسماين اهي، اشيل دي اهي. عملت حاجه تاني انا؟ لا. عملت حاجه؟ لا. هدور هنا اهي، لان الميجور هنا والماينور جاي للكراكويت بروسيس. شايفين المنظر اللي عاملين زي السبعه دول مع بعض اهي؟ اهي واحده اهي واحده اهي، هنا ظاهر قوي شويه اهي. اعدلها لي كده، انا مش شايف. بص شوف راح فين. لا 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 دي الصغيره، شوف راح فين، راح للكراكويت. يا واد يا واد اهي، شوف لهم كده اهي، راح هنا اهي. رجع تاني دي، رجع تاني دي كربش. هذا البيكتوراليس اهي، سيبها. هذا البيكتوراليس اهي ميجور، شد كده بصباعك والماينر تحتيها اهي. فيها مشكله دي كده دلوقتي؟ لا. هارد الاكشن والنيرف سبلاي، الميدل بيكتور والميدل بيكتور والاكشن بتاعها الفليكشن والميدل روتيشن والاونطه اللي احنا عارفينها دي، يتعرف مفيش حل. طيب ايه تاني في المنطقه دي قبل ما اتحرك؟ العضله الكتف دي دلتوي، واحنا شفناها واحنا بنتكلم على البون اللي هو المنظر السبعه اللي طالعه من الكلافيكل وطالعه من السباين، مش عادي الكلام ده تاني، لكن دي الدلتوي. والنيرف سبلاي بتاعها الاكزيلري نير 5-6. واحد هيقول لي ايه 5-6 دي بقى جديده؟ اقول له لا، كل عضله همسكها اذا كان النيرف سبلاي بتاعها من النيرفات الكبيره الطويله اعرف له الروت فاليو بتاعه. كل العضلات كل النيرفات. انا كلامي واضح، انا كلامي واضح ومحدد، القط كلمتي وما تاخدش مني كلام تاني. الذكاء بتاعكم ده بره واضح. العضله اللي امسكها واقول على اسم النيرف، القط اسم النيرف اللي انا بقوله، لان في عضلات تانية صغيره كتير مش هسالك على الروت فاليو بتاع كل العضلات اللي طالعه من البريكال بلكسس، حرام كتير جدا. واضح ولا مش واضح؟ يبقى دي الاكزيلري نيرف 5-6، من احد النيرفات النيرف الاساسي بتاعها. طيب عملتش انا حاجه تاني لسه؟ لا. طيب اقلبها كده واقول لك فيك ايه؟ فيك ايه؟ في عضله عند الاسكابولا عند الميديال بوردر، مش الميديال ولا اللاترال ولا لا، ولا انا غلطان؟ اهي سيريتاس انتيري، نيرف تو سيريتاس انتيري لونج ثراسيك نيرف 5-6-7. واضح؟ وهي في مكانها؟ رحمكم الله ابو سريع. وهي في مكانها؟ في واحده تحتيها تاني هنا. عملت انا حاجه؟ تعبت عشان اطلع حاجه؟ لا. اسمها ايه العضله اللي تحت دي بقى؟ ساب اسكابولاريس. النيرف سبلاي ابر ولور ساب اسكابولار نيرف فروم ذا بوستيريور كورد اوف ذا بريكيال بلكسس. واللي جاي من البوستيريور كورد كتير بس انا ما اتكلمتش عن الروت فاليو بتاعها. وهي في مكانها؟ احنا قلنا ده، شايفين المنظر؟ هي في عضله كتف بكتف جنبها اهو، اهي جنبها على طول اهي، وعضله تانية بس تحس ان هي ايه؟ طايره زي دول. اللي جنبها كتف بكتف وثابته وعامله زي صباع المحشي كده، عارفين المحشي ولا مش عارفين؟ صباع المحشي، حكم المصريين كليفه محشي، تحب المحشي قوي. عامله زي صباع البتنجان اهو، جنب دي مش دي، دي صباع بتنجان
ودي حاجه زي المثلث في العينات اللي عندكم. دي سابسكابولاس واضحه قدامكم اهي. في حاجه ثانيه هنا باينه في الميدل بوردر، لكن في حاجه باينه هنا في الميدل بوردر احنا بنتكلم على قلنا سيروتس انتيريور. في حاجه هنا عند اللاترال بوردر ظاهره هنا، اقلبوا دي كده معايا يمكن نشوف حاجه اهي. ما نفس الوضع اهو، ندور على صباع محشي هنا. في حاجه هنا زي الصباع المحشي فين؟ حد يقدر يساعدني؟ جدع يا واد، ما في ايه؟ ما في ايه يا مسكين؟ اهي سابسكابولاريس تيرس ميجر تيرس ميجر. طب بصوا يا جاي منين؟ من اخر حته في اللاترال بوردر، يبقى تيرس ميجر. يا تعبانين معايا؟ مين النيرف سبلاي بقى بتاعها؟ لور سابسكابولار نيرف جنبها جنبها. يبقى دي السابسكابولاريس تيرس ميجر. نرجع تاني هنا سابسكابولاريس. الجماعه اللي ورا شايفين ولا مطنشين ولا عايشين ولا ميتين؟ انتوا حكيتكم ايه بالظبط؟ شايفين من عندكم كده صحيح؟ سابسكابولاريس تيرس ميجر لاتيشماس دورسال. لاتيشماس دورسال النيرف بتاعها ثوراكو دورسال نيرف. الروت فاليو 6 و7 و8. واضح؟ خلصت المنطقة دي؟ هقولهم تاني عشان نخلص. فيكتورايس ميجر ماينر سابسكابولاريس تيرس ميجر لاتيشماس دورساي سيريتاس انتيريور دلتويد اقلب. قلبت يبقى انا دخلت على الباك اوف ذا سكابولا. ولو ركبت دي كده تاني ده جزء من الدلتويد مقطوع اهي، فسيبكم منه. ادي منطقه السكابولا، هتلاقي حته عضله منطوره. عارفين منطوره يعني ايه؟ فزعه من مكانها كده مش لازقه كده على العظام زي دي. ترابيزيس ترابيزيس زيها زي العضله دي، نفس النيرف سبلاي نفس النيرف سبلاي اللي هم مين؟ 3 و 4 عشان قلت كده نفس دي نفسه. يبقى دي الترابيزيس. نرجع بقى على السكابل. اللي مش شايف يعني يأهل نفسه كده ويحاول يتفرج. انا مش عارف ارفعها، ايدي تعبانه معلش يا جماعه. لو انا بصيت هنا ده السباين اللي انتوا عارفينه بتاع السكابل. لو حطيت لك الآلة فوق هنا كده سوبرا سباينيت السوبرا سكابولار نيرف 5 و6. لو جيت تحت هنا انفرا سباينيتس، ولما تشوفوا الانفرا سباينيتس هتشوفوا جنبها كتف بكتف عضلتين. عضلة زي الصباع كده صغيرة عالية، وعضلة زي صباع المحشي اللي احنا كنا شايفينها من هنا دي. هقلبها تاني. ما هي دي هي دي اهي، لكن دي مش ظاهره هنا. دي تيرس ماين. يبقى لما اكون في الخلف ابقى عارف اتنين صباع وصباع محش، صباعين وصباع محش. الاتنين لو ظهروا جنب بعض يبقى هنتكلم على دي واقول عليها اسمها تيرس ماينور. ودي مين؟ تيرس ميجر من ورا. لكن من قدام في تيرس ماينور؟ مفيش تيرس ماينور ظهر من قدام. خلصت المنطقه من فوق. ننزل على المنطقة دي اللي هي منطقة مين؟ الارم. اجهز نفسي لو انا في منطقة الارم وفي حبل مربوط هنا، يبقى اللي على الوش دي مين؟ وبعدين لو جابها لي كده وحب يتذاكى عليا وشدها كده، انا داخل هنا ميديالي ولا لاترالي؟ لما اخش الناحية دي يبقى ميديالي، ناحية الغرقة دي. شوفوا بقى هيعمل ايه. راحت في عضلة اللي تحت اللي احنا اتفقنا ان دي بايسبس. قلت لي عارفينها متهيألي. لو جه بقى مش على البايسبس، جه تحت البايسبس دي بالذات اللي هو الهيد ده اللي هو الشورت هيد، وقام حاطط الاله كده. شايفها انت كده الاول؟ النيرف. انتوا هتشوفوا الكلام ده ولا؟ ايوه ولا الراجل ده بياخد الحاجه دي؟ لا لا نشوف. هو تعبان يا عيني من الصبح عامل كده. والله ظهره هيتعب. طب بص خليك هتتعب والله. المشكله عشان اقرب كلنا نشوف فيه هنا. هي دي المشكلة بس. مش عارف اصل انا حاسس انك هتتعب جدا يا ابني كده. الله يستر. المفروض الراجل ده تكرمه. والله من تعيده يا رفاق.
تدعي له احنا ما نعمل الدعوة. مقبول الدعوة يا اخوي قوي. ان اصلا دعوتك مقبولة. استفدت يا جلسة. الا لو توخر. قلت فين. خلي يجلس هنا يا دكتور. جلسة هنا فوق هذا الشيء. لا لا. ماشي. خلي يجلس هنا. طيب لو نشيل هذه دكتور. شيل. هاتهم الان. نشوفها تاني اهي احط لكم الاله فيها دي تحت مين كده دلوقتي والوضع اللي انتوا شايفينه ده معايا انت اسمك ايه ريان ريان اللي ورا ريان بص ممكن يجي حته شويه كده وانا برضه هاجي لكم الناحيه دي اهي تحت مين تحت مين تحت البايسبس اسمها ايه العضله بقى الصغيره دي كوراكو براكيالس ماسكولو كوتينيوس زيها زي مين زي البايبس لو رفع البايسبس بس ما حطش الالم من تحتها وفوق حطها من تحتها ولتحت يعني فاهمين يعني ايه تحتها ولتحت اللي هي العضله دي شو الاول شوفوها عارفينها خلاص اللي عارفها خلاص دي مين كده دلوقتي براكيالس هذه البراكيالس والبايسبس والكوراكو براكيالس ماسكولو كوتينيوس نيرف خمسة وستة وفي بعض الكتب كاتب سبعة وانا كلامي دايما عنه خمسة وستة واضح زي مين خمسة وستة زي الاكزيلري حق مين حق الدلتويد لو نزلنا بقى هنا وقبل ما اسيب المكان ده مسك لي في المنطقة دي مش عضلات اعصاب مين الاعصاب اللي ممكن تتمسك هنا الاتي عصب زي ده وعصب زي ده شايفينهم ولا لا شايفين ركزوا في اهم حاجه في الطول الاطوال اللي انا شايفه واحد طويل وداخل ناحيه الميديال ايبيكوندايل واحد الى حد ما اقصر منه وبعدين مش مكمل هنا اختفى اختفى وسميك مش هين وواحد اهو واحد ابن حلال اطول في نص الكيوبيت الفصة بالظبط ادعي له يمكن ربنا يغفر له ده اللي اصعب تفتكر ده ربنا يغفر له اللي عمل العمله دي يقطع بتاع ب 36 الف ريال اه والله الابر لمب ده انا سيبك بزعل والله لما اجي الاقي الحاجه دي مقطعه اصلا اللي كاتبها وانا اللي جايبها مش جايبها بفلوس اهلي يعني ده جايبها بفلوس الكليه راح فين عايز عصب يكون واضح هنا وريني كده اهو اهو يا جماعه نفس العصبين دول شوفوا اشكال مختلفه واحكموا ايه رايكم في الاثنين دول في ايه لا في الاتجاه واحد واحد داخل في وسط الكيوبيتال فوسا وواحد رايح ناحيه الميدال ايبيكوندايل واحد منهم ميديان ميديان والتاني النر مين فيهم الميديان اللي في النص الله امال يا دكتور اللي انت مسكته لنا هنا ده وقلت لنا سميك وعظيم راديان راديان اهو ادي النيرفات اهو امسك كده معايا يا دكتور كده لا اللي ده شايفين المنظر ده شايفينه كويس مش عارف اقلبه لكم ها ده ظاهر واختفى وكبير وله طول حلو معين يعني قد كده مش حاجه صغننه طيب وفي واحد طويل ورايح ناحيه الميدل ايبيكوندايل وواحد طويل وداخل في وسط الكيوبيتال فوسا النر ميديان ريديان اهو منظر تاني احلى واحلى ايه رايكم في ده ايه رايكم في ده ايه رايكم في ده انتوا شفتوه وبعدين اختفى ولا ما اختفاش يبقى ماسك يبقى ريدي ريدي امال بقى الحته دي فيها ايه ناقص لازم اخلي بالي منه الاثنين ماسكولو كوتينيوس واكزيلري ادور عليهم عشان نشوفهم فيه بالموديل هذا ده جدع يا واد شوف انت الاول هنا ده اللي احنا قلنا عليه الراديال اهو ده تمام صح له اخ صغير جنبه داخل ناحيه الاسكابولا اكزيلري نيرف
شايفين النيرف ده اللي احنا قلنا عليه الراديال؟ صح؟ حد يمسكها لي بس كده. اهو ده الراديال له اخ صغير جنبه اهو اسمه ايه؟ اكزيلري نيرف. شايفينه ولا لا؟ شايفينه؟ اخلص بقى كتاب شايف العصبين دول؟ امسك ايه؟ امسكهم انت، امسك الراديال. الراديال شايف التاني اللي انا ماسكه اللي شادد عليه ده؟ طب خليك انت اللي انا شادد عليه مش اللي تحت صباعي، اللي انا شادد عليه شفته؟ اسمه ايه؟ اكزيلا. مش اللي انا ماسكه ده اللي تحت اللي انا شادد عليه الوقت شاور لي ايوه ده الاكزيلا. ده مين؟ اخوه الكبير اللي نازل اللي تحت شاور شده لهم. ده الراديال سيبه لهم امسكه امسك تاني. ده الراديال واضح كده؟ واضح ولا مش واضح؟ هم الاثنين اهم ما نتلخبطش بقى من الاثنين دول والمناظر الطويله دي. امال فين بقى الماسكولوكوتينياس؟ اذا شفت عصب داخل في الكوراكو براكياليس يبقى هو، اذا شفت عصب ماشي تحت البايسبس يبقى هو. ادور انا هدور على مين؟ على البايسبس. مش دي البايسبس؟ ودي مين؟ يعني دي البايسبس مش دي البايسبس؟ عصب ماشي تحتها ولا مش تحتها ده؟ اهو وبعدين اهو داخل في قلب دي. شايفين الكوراكو براكياليس؟ شايفينه ولا لا؟ في عصب داخل تحتها اهو. تعالى كده انت عامل ازعرينا ليه؟ يوه امسك دي كده امسكها كويس. شايفين العصب ده؟ داخل في مين كده دلوقتي؟ كوراكو براكياليس. طب انا في الامتحان مش شايف كوراكو براكياليس بس شايف بايسبس. ده زي الاكزيلر اللي انا وريته لكم شكله؟ لا يختلف. الاكزيلر كان قد كده صح ولا انا غلطان؟ صح. الاثنين في المنطقه دي الاثنين القصيرين اقصر اثنين في المنطقه اللي بنسال عليها هنا بس واحد قد العقده كده ولا عقله ونص والثاني لحد ما في طول شويه. انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان افرق بينهم وبين ده. امسك لي ده كده امسك الاثنين بقى الوقت ما اجيش على ده واقول عليه ماسكولوكوتينيس. ايه الفرق بين الاثنين؟ اكثر بصوا لهم كده وقولوا لي ايه الفرق. امسكهم يا واد خليك ساعدني واحد. لا بص بص خلي ايدك من الناحيه دي واحد يكتب كده شد كده شد ايوه كده. شايفين المنظر ده؟ ده لو مشيت معاه هيخش ورا الارم كله معدي من الخلف. معدي منين؟ من الخلف ده الريدي. انما لو بصيت لده هتلاقيه ماشي في الكوراكو براكيالس وطالع وماشي تحت البايسبس على البراكيالس. واضح ولا مش واضح؟ ده مين الوقت ايه؟ سيب لو قلبت الارم كده وشقيت العضله دي عضله الترايسبس. الهيد الطويل اللي انتوا شايفينه ده اسمه اللونج هيد. ده اللونج هيد ده اللونج هيد ودي الترايسبس. لو شقينا العضله من النص كده وسالك ايه العصب اللي ماشي تحت هنا ده؟ اهو ده مكان تاني للراديال نيرف. الراديال نيرف 5 و6 و7 و8 و تي 1 كل هو والميديان اللي انا وريته لكم قدام. الالنر 8 و تي 1 وساعات يخش سي 7 ويعملوها بلون احمر كده. واضح كلامي؟ نخش بقى في اللي تحت. اذا دخلنا على مين؟ بقى العضلات على بعضها زي ما انا اللي شرحتها لكم دي متهيألي صح؟ ايه صح. فنبص كده مع بعض بقى دي الميديال ايبيكوندايل ونشوف العضلات اللي مترتبه. لازم احط ليا لاند مارك اللي هي مين؟ العضلات اللي العضله اللي اسمها برونيتور تيرس اللي هي القصيره دي اقصر واحده فيهم. ادي الميديال ايبيكوندايل وادي اول عضله طالعه منهم اهي اللي هي بنسميها برونيتور تيرس. ايه برونيتور تيرس؟ دي البرونيتور تيرس. نرتب بقى العضلات اللي من بعدها. انا مش هقدر ارفع البتاع اتحايلوا انتوا لغايه ما تشوفوا. اول عضله بعدها على طول ما اجيبهاش بقى من فوق اجيبهم من عند التندونز من تحت. ادي واحد مش دي واحده؟ ودي واحدة كبيرة اهي. ودي واحدة. واحد اتنين تلاتة دي الرابعة. في واحدة مقطوعة من هنا
اللي هي بنسميها ايه؟ بالمارس لونجس، البلانتاريس تحت في اللور ليمب، ودي ودي يا موجودين يا مش موجودين. نقولهم بقى فليكسور كاربي رادياليس، جنبها على طول اهي بس كبيره شويه، فليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس، اخر واحده هنا فليكسور كاربي النارس. الجماعه اللي ورا هنا برونيتور تيريس، فليكسور كاربي رادياليس، فليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس، كل دي، واخر واحده اللي هي بتطلعه من مكانها دي فليكسور كاربي النارس. واضح؟ برونيتور تيريس، فليكسور كاربي رادياليس، فليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس، كل دي كل دي فليكسور كاربي النارس. واضح؟ دي العضلات دي سوبرفيشال ولا ديب؟ سوبرفيشال. المجموعه دي تحتها في مجموعه ايه؟ ديب. لو اتقطعت العضلات اللي هي على السوبرفيشال دي، لان صعب في بلاستينيشن زي ده اخش تحت واقطع، فاجيب عضله او ارم زي ده متقطع السوبرفيشال ماسلز اللي هنا، وهبص على الوضع اللي قدامي، العضله اللي هتلاقوها ناحيه الصنب دي هتبقى فليكسور بوليسس لونجس، اوريها لكم الوقت. والعضله اللي هتلاقيها بعيده ناحيه الليتل تو او الليتل فينجر اسف، هتبقى الديجيتورم بروفاندس، وهتلاقوها فيها كذا تندون. طب نبص بقى ونطبق الكلام ده. الجماعه اللي جنب هنا شايفين انتوا تندونز كتيره ظاهره تحت هنا، مين ده يا جماعه؟ ده ميديان، ده عضله، ده ميديان اهو، ده ميديان بس في المنطقه دي. واضح كده ولا لا؟ امال مين ده؟ ولا يمكن عضله وانا ما اعرفش. وناحيه الليتل فينجر اهو، يبقى ده هو، تبقى الناحيه دي مش في النص، وهكذا. ده ارتري طبعا السنه الجايه. طيب نبص بقى على اللي يهمنا دلوقتي، من عندكم انتوا حاولوا توصفوا لي مين التندون اللي قريب من ناحيه الصنب هنا، مين هو؟ حد فيكم شايف؟ انتوا شايفين حاجات بيضه كتير. طب انا احط فيها قلم وبصوا لي عليها، وما دون ذلك اللي جنبه كله هيبقى البروفانتس. في تندون على الحافه الخارجيه للفور ارم الا اللي انا حاطط فيه الوقت السلاح ده؟ لا، في حاجه جنبه هنا وانا مش واخد بالي. الناحيه دي بقى بالنسبه له هتلاقي في عضله بتلمع بيضه وليها كذا تندون كمان. صح، وضحت؟ اللي فيها السلاح الوقت دي في تندون غيرها الناحيه دي؟ لا لا، ناحيه الصباع ده؟ لا، ادي الفليكسور بوليسس لونجس هنا دي. حاضر. اللي جنبها الناحيه دي تحس ان هي ليها كذا تندون كمان، بس الناحيه دي مش الناحيه دي. وصلت الفكره ولا لا؟ يبقى دي مين اللي فيها السلاح الوقت دي؟ الفليكسور بوليسس لونجس. هحط لكم الوقت في البروفاندس اهي، اللي هي دي، اللي هي دي يا ابني، شايفها كده ولا لا؟ طيب لو شلت التندون ده لوحده ورفعت كل دول بقى اللي انا هحط تحتهم كلهم السلاح دول، اللي تحتها السلاح ده، كل التندونز دي مين دلوقتي؟ فليكسور ديجيتورم بروفاندس، فليكسور ديجيتورم بروفاندس. واضح؟ نشيل بقى ده، دول اللي هنا، في واحده بقى تحت دول كمان، تحت دول لو شفتها الوقت هوريها لك اهي. برونيتور كوادريتس، شايفها فين؟ في العمق جدا اهي. نرجع بقى تاني وعايز اروح للمجموعه اللي هي اللي في الباك، اللاند مارك بتاعي احنا اتفقنا اللي هي مين؟ هاجي الناحيه دي، مين الناحيه دي بالنسبه لي اول عضله هتشوفها مين؟ هنقول اسمائهم بقى ورا بعض اهي. اول واحده بعديها على طول وانا داخل على الباك بريكيو رادياليس، تحتها في تندون اهو، وبعد التندون في تندون تاني اهو، اثنين اهم، بصوا لي عليهم الاول وبعدين نبقى نقول اسمائهم اهم. واحد اثنين ثلاثه، مش ده اول ترتيب ولا انا جايب قبل كده؟ ودي عرفتها امتى؟
دي عرفتها منين؟ من البروتور تيرس. اول واحده لاترال بالنسبه لها بريكيو رادياليس، اكستنسور كاربي رادياليس لونجس، اكستنسور كاربي رادياليس بريفس. ثلاثه ورا بعض اهم، واحد اثنين ثلاثه. ولما اقلب الدراع الاقي في اثنين تندون، لا ثلاثه جايين من الديب وطلعوا على ناحيه السوبرفيشن. مين الثلاثه؟ اثنين جنب بعض وواحد لوحده. الاثنين اللي جنب بعض ابداكتور بوليشس لونجس نمره واحد، يتقال الاول اكستنسور بوليشس بريفس اكستنسور بوليشس لونجس. ثم بعد كده رجعنا للمجموعه السوبرفيشال تاني. اول عضله بعد المجموعه الديب دي هتظهر قدامنا اللي هي كل دول، كل دول يتكتب عليهم اكستنسور ديجيتورم. قال عليهم اكستنسور ايه؟ ديجيتور. اكستنسور ديجيتورم. منهم التندون الداخلي خالص اللي هنا الرفيع قوي ده اللي هو ديجيتي مينيمي، هو جزء من الديجيتور، ولما يجي مش هنربطه لوحده، بيبقى من الديجيتور. بعدها على طول اخر تندون ده اكستنسور كاربي ايه؟ النارس. العضلات اللي انا قلتها دي كلها النيرف سبلاي بتاعها بوستيريور انتر اوسياس نيرف اكسبت اول اثنين قلتهم، اول اثنين اللي هم مين؟ بريكيو راديالس واكستنسور كاربي راديالس لونجس. يتفضل عضله نفسها وراهم، نمشي كده، نمشي عضله فوق خالص فوق يعني ورا المفصل اهي، وما لهاش تندون ولا حاجه اهي، وتلاقينا حاطين السهم فيها كده او الاله حاطينها كده في الامتحان خلف القلب وفوق خالص، اسمها انكونيس. دي الثالثه اللي بتاخد من الراديال شخصيه. يبقى كم عضله بياخدوا من الراديال في الحين؟ ثلاثه. اول اثنين نشوفهم ثاني، بريكو رادياليس، واللي تحتها كانت الاكستنسور كاربي رادياليس لونجس، ثم اخر واحده اللي هي مين؟ الديب. احنا شفنا كم عضله دي دلوقتي في المجموعه دي؟ ثلاثه، اللي هم كانوا مش عايزين مجهود وكانوا طالعين قدام. معايا؟ عليا بقى ان انا ابص على ارم يكون متقطع فيه. اما اسالكم على كده الاول، صحيح شوف لي حاجه هنا ديب كده. اهي، السلام عليك. امسك لي بقى دي كده، ارفعها لي كده. العضلات اللي انتوا شفتوها اللي هي كانت جايه من الدبس وطالعه سوبرفيشال اهم، ظاهرين قدامكم اهم، عدوا معايا. ادي واحده، ادي واحده. فاكرين لما قلت لكم اتنين جنب بعض على طول؟ ادي واحده وجنبها واحده، اتنين جايين جنب بعض اهو، وواحد لوحده اهو. ابداكتور اكستنسور بريفس اكستنسور لونجس اهم. نيجي كده واخر جزء لحمي، لحمي بعد دول اللي هي دي اكستنسور انديسيس. انديسيس واضح الكلام ولا لا؟ ثم اخر واحده فوق خالص خالص فوق، واحط فيها السلاح وتحس ان انت في الباك اوف فور ار، والسلاح في عضله في الدي وفوق، يبقى السوبينيتر. فاهمين قصدي؟ عضله، العضلات كلها متقطعه قدامي وحاطط لي السلاح في عضله في الباك وفوق ودي، تبقى مين؟ وملهاش تندون. بصوا عليها كده، هي فليشي راح، سيبها خلاص. اللي فيها السلاح دلوقتي شايفينها ولا لا؟ اسمها ايه؟ سوباينيتور. مين النيرف ده يا شطار بقى؟ حد يعرف يقول لي؟ يا سلام، ما انت بتقع مني كل شويه. النيرف الصغنون خالص ده اللي ماشي على المجموعه دي، اهو ده البوستيرو انتروسس نيرف اللي بيدي كل العضلات اللي في الباك اوف فور ارم اكسبت اول ثلاثه. قاعدين اكرر اهو. نخش بقى على الهاند. ايه اللي يهمني في الهاند؟ اللي انا قلتهم قبل كده، مجموعه العضلات اللي هنا بيشوفوها هنا، لان دي عضلات صغيره، عضلتين جنب بعض احنا فاتحينهم عن بعض اهم. اثنين، دي مجموعه السينر ودي مجموعه الهايبوسينر. طبعا مجموعه السينر بتاخد من مين؟ من الميديا. ومجموعه الهايبوسينر بتاخد منين؟ من الاندر. لو انت بصيت هتلاقي الوضع اللي قدامك ده، الصباع الصغير وده الصباع الكبير، في واحده قريبه من هنا اهي وفي واحده بعيد، اللي هي الناحيه دي ابداكتور، دي اللي ابداكتور اللي هي بقيتها اهي، اللي جنبها الناحيه الثانيه دي فليكسور. يبقى دايما اللي على الاطراف تبقى مين؟ الابداكتور. يبقى لو حط لي في الخارجيه هنا، هما هنا كده اثنين خارجيين اهم برضه، ادي واحده اهي ودي واحده اهي، دي ابداكتور ديجيتي مينيمي وده فليكسور ديجيتي مينيمي، وبرده ده فليكسور بوليشس بريفس وده ابداكتور بوليشس بريفس. لو راح الاثنين دول كده لفوق
وسألنا على اللي تحتيهم مباشرة دي خلي بالكم عشان دي بقى واللي جاي هقول عليها opponents هقول عليها ايه opponents غير لما يعمل بصوا خلي بالكم خلي بالكم خلي بالكم كويس قوي دي opponents تحت الاثنين خلي بالكم انا هنزل في العمق بس عشان انزل في العمق هرفع دول مين دول دول التندونز اللي كانت داخل ارفعها 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 كلها وتلاقي حاطط لي السلاح في دي شايفينها انا جبتها ازاي الدكتور بولشز الدكتور النيرف سبلاي بتاعها يا سلام ايه الحلاوه دي يا ولد يا معلم ايه ده يا عم ريان يا هلا صور هلا بيك يا حبيبي ايه كده انت هتخضني ولا ايه اصل الشاشه انا عارف ادري انا بس بفوقك لتكون نمت ايه دي مين دي دلوقتي العضله دي شفت رجبتها كيف اذا هل في علاقه بين دي واحد يقول لي في امتحان السنه اللي فاتت انا انت قلت لنا ان هي تحت الديب وفي الديب هنا تبقى الاوبوننس دي اوبوننس لا ايه الفرق بين الاثنين عشان اوصل للادكتور دخلت في نصف البالم هنا مش هنا هنا وعملت ايه رفعت كل التندونز او بدل ما ارفعهم في امتحان هتلاقينا حاطط الاله انت هتمشي ورا الاله تلاقيها ماشيه في وسط التندونز وداخله في العمق هنا غير لما اجي في كده اهي ايش اللي انا سويته الحين ايش اللي انا عملته دي زي اللي شفتوها الناحيه الثانيه ما نغلطش فيها بقى من فضلكم واضح شيل بقى الارم ده كده شيل ده حط ورا صدق بالله انا ما عندي في مصر كنت اديتك واحده دي بايسبس يا واد تراي تراي انت قلت تراي لك لك اعتذار لك اعتذار لك المقبوله كمان مين العضله دي مين دي مين دي ماشي مش مايل حلو قوي مين دي انا في الباب مين دي ديجيتور مين ده يا واد يا معلم مين ده ومين ده عضلتين ماشيين جنب بعض اهو ادي تندون وادي تندون لو مشيت وياهم الاثنين اللي كانوا ماشيين جنب بعض فاكرين انا بقى بوريكوا اشكال مختلفه ابدا مين دي مين دي مين دي او مين ده مين ده مين دي 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 هي من مجموعه السوبرفيشال هي اخر واحد امال مين دي يا سلام شوفوا شوفوا دي فين دي فليكس ماشي قدام الريست اهو اهي من مجموعه السوبرفيشال المنطقه الاماميه لما اقلبها مجرد ان اقلبها ماشيه كتف جنب تحسوا الاثنين جنب بعض بس دي فليكسور ودي ايه اكستنسور بس ده مقلوب على ظهره خالص اهو ادي العضلات اللي في الفرونت والعضلات اللي في الباك لو دخلت عليها في الباك دي جلوتيس ماكسيمس ارفع لي دي بس دقيقه واحده كده اهو ودي العضلات اللي تحتيها مين العضلات اللي ما تشيلش قوي عشان هتتقطع واحده واحده بصوا كده معايا لا ايوه ايوه بس خليها كده بس شيلنا جلوتيس ماكسيمس جلوتيس ميدياس فين المينيموس طيب انا مالي انا بتكلم اللي قدامي يبقى ده جلوتيس ميدياس بايريفورم اوبتوريتور انترنس واحد يقول لي جيميلوس بلا جيميلوس بلا ما جيميلوسات هي دي لما تتربط لي كده على بعضها تكتب لي كده اوبتوريتور انترنس وتكتب كده علامه زائد تو جيميلاي ما انا مش عارف اتربط لي ايه مصل التندون ده ماشي معاه اتنين مصل وانا صعب ان احط اله فيه فممكن ابقى حاطه كده فانت هتكتب لي اوبتوريتور انترنس واتنين جيميلاي والله لو حاجه سوفت وكويسه كنا رفعنا الجيميلاي وسالنا فيه انما هنا في البلاستينيت بيبقى صعب لكن تبقوا انتوا فاهمين يعني على سبيل المثال الاله دلوقتي محطوط في تندون لونه ابيض تحتيها على طول في حاجه لونها احمر شويه فليشي اللي هي تحتيها مباشره دي اهي دي جيميلوس انفيريو تبقى اكبر شويه مثلا ادي جيميلوس ايه انفيريو واضح انتوا طبعا مش واضح عندكم حاجه خلاص امسك كده حد غيرك
العضله اللي بعدها اللي هو الكوادريتاس فيمورس اهي ثاني جلوتيس ماكسيمس ميديوس بايريفور اوبتيوريتور انترنس جيميلس انفيرور لانها ظاهره قدامي كوادريتاس فيمورس النيرف سبلاي بتاع الكبيره دي انفيرور جلوتيال نير بتاع الميديوس سوبيريور جلوتيال نير بتاع البايريفور نيرف تو بايريفور بتاع الانترنس نيرف تو اوبتيوريتور انترنس بتاع الكوادريتاس فيمورس نيرف تو كوادريتاس فيمورس غطي انزل تحت الباك اوف ذا ساي في الباك اوف ذا ساي هتلاقي عضله متجهه لاترالي واثنين متجهين ميديالي اللي راح لاترالي اهي مفيش غير ادي الهيد الطويل اللي هو اللونج هيد وتحتيه الشورت هيد بتاعها ادي راح الناحيه دي في سبعه اهي والناحيه دي في اثنين واحده شكلها تندون من تحت اهي تندون من تحت اهي واللي تحتيها لو شفتها من فوق تحس انها عامله زي الممبرين اهي يبقى سيمي تندينوزا سيمي ممبرينوزس والمحترم اللي ظهر في وسطهم ده السياتيك سياتيك مين يا دكتور ده عصبيه لو المنظر ده واتفتح اتنين لو لقيته واحد ومربوط واحد يبقى السياتيك لو اتفتح بالمنظر ده بص عليه اللي تلاقيه منهم رايح لاترالي يبقى اسمه كومن برونيه واللي تحس ان هو داخل ميديا ليه يبقى مين التيبيال نير واضح ده اللي فين في الباك اوف ذا سايد لو قلبت المنظر ده كده ودخلت في الفرنت هذا الفرنت التراكت اللي انتوا شايفينه ده لو جاي اسمه اليوتيبيال تراكت جاي له عضلتين انسرتت فيه او اتاتشت فيه ايوه تنسر فاشيالات اللي هي العضله اللي هي حته حمراء داخله فيها اهي اهي داخله فيه من قدام اهي اهي والكبيره اللي داخله فيه من ورا دي الجلوتيس ماكسيمس تنسر فاشيالات زيها زي الميديوس النيرف سبلاي بتاعها السوبر جلوتيال نير بصوا كده معايا الاكشن عايز ايه يا واد؟ ها؟ عايز ايه؟ الاكشن نفس بتاع ده؟ بتاع مين؟ بتاع مين؟ التنسر فاشيالاتا التنسر فاشيالاتا بتعمل تنسر فاشيالاتا يعني ايه؟ تنسر تنس فاشيالاتا ده اللي هو من فاشيالاتا تنس يعني بتخلي الاليوتيبيال تراكت ده تنس تشد عليه لما يتشد عليه يعمل اكستنشن للليج ولما يتشد عليه يبقى عامل زي السبورتيف كده حاجه سبورت بحيث ان الجلوتياس ماكسيمس لما تشتغل عليه تشتغل على حاجه مشدوده مش حاجه ناعمه فيقوم يعمل باورفول اكستنشن لان العضله دي من عضلات الباورفول اكستنشن للهيب وخلال هذا التراك يصل الاكستنشن بتاعها الى اللور ليم الى الليج لان يصل هذا التراك زي ما انتم شايفين للتيبيا فاللي يشد عليه يشد على التيبيا واللي يشد على التيبيا يعمل لها اكستنشن مع ان العضله دي عضله اكستنشن للهيب لكن الاكستنشن كمان لمين ولذلك لما بقول هي بتعمل لنا ايه بتعمل لنا اكستنشن وبتعمل ليفتنج ترفع البودي ويت ديورينج ستاندينج او ديورينج اب ستيرنج او الكلايمبنج شغل القرود بقى وانا طالع على شجره احط رجلي وبعدين اشيل جسمي كله هي بتشيل جسمي كله طب وانت بتشيل جسمك كله بتعمل اكستنشن للهيب ولا اكستنشن كمان للني كله عشان ترفع نفسك إذا هي شغالة على إيه؟ على المفصلين بس واحد مباشر والتاني غير مباشر عن طريق الإليوتيبيال تراك. وضحت؟ ده كلام نظري المفروض تكونوا عارفينه وإحنا النهاردة بنقول إيه؟ بص بقى الوضع ده مين العضلة الجميلة دي؟ يا سلام مفيش أحلى من كده سارتوريس إحنا نشوف السهل الأول وبعدين دريكتاس فيمورس فاستاس ميدياليس فاستاس لاتراليس وتحت دي إذا رفعها لي كده وحط لي حاجة تحتها فاستاس انترميدياس لكن ما بتجيش. وإحنا على الوضع اللي إحنا فيه ده ده كده. شايفين العضلات اللي داخله عند الجينيتاليا دي منطقه داخليه اهي بصوا كده معايا ايه الجمال ده بقى ادي واحده جراسلس الجراسل الشكل السارتوريس زي دي هي شكل دي انا مش شايفها انا قاعد ادور عليها انت متاكد لا ابني ما انا شايفها انا مش عارف ما انا اهي هنشوفها في واحده هنا طويله ايه انتوا قاطعينهم تمسك لي دي كده قبل ما يقطعها ودي اللي مقطوعه المره دي بقى ده السارتوريس السارتوريس اهي جزء منها تحت اهو وبقيتها فوق اهو السارتوريس كانت كده اللي هي دي وهنا دي وجنبها الجراسلس شايفين المنظر احفظوا شكل الجراسلس كده احفظوه بصوا قوي مين اللي فيها الاله الحين هنا بصوا لها كده كويس بصوا لها كويس وهشيل الاله من هنا واحطها لكم هنا
مين دي كده هنا؟ بصوا هنا ناحية دي. شايفينها؟ مين اللي جنبها كتف بكتف الناحية دي؟ زي المثلث اهي. نيجي الناحية دي نشوفها اهي. يا واد بريفس مين يا ابو بريفس انت؟ اهي. عايز ارفعها لكم. دي. دي مين دي كده دلوقتي؟ شايفين حاجة تحت اللونجس على طول؟ تحتها على طول وشكلها اللي هي دي. دي مين؟ بريفس. هنا فين البريفس؟ تحت دي. يبقى دي بكتينيس، دي لونجس، البريفس تحتيه. أمال فين الماجنس؟ تحتيه. أيوه أدور كده معايا. إيه ده؟ الله الله الله، ده أنا داخل داخل أنا كده أنا بلف على فكرة. شوف أنا بعمل إيه؟ أنا مش بعمل لنفسي. اللي انتوا شايفينهم دول انا تعبت في ان انا اطلعهم جنب بعض اهم. بيكتينيس لونجاس بريفس، بيكتينيس لونجاس بريفس. دور لي على اللونجاس مش البريفس، مش زي ما انتوا فاكرين لونجاس بريفس ماجنس. البريفس عاليه، لكن عشان اجيب الماجنس امشي مع اللونجاس وانزل معاها لتحت. مع مين؟ انا وصلت لللونجاس، انزل معاها تحت، انا تحت اهو. روح وراها مباشره، في حاجه وراها مباشره غير دي؟ دي اهي. واحد يقول لي يا دكتور ايه ده؟ احنا دخلنا في الباك، احنا دخلنا كده عند الهامسترينجز. هوريها لكم تاني المنظر. امسك كده معايا سند لي دي بس كده. دي البايسبس اللي احنا لسه شايفينها، ودي السيمي والسيمي. اللي ايدي عليها دي مالهاش علاقه بالثلاثه دول، مع انها عضله بقت في الباك. انتوا فاهمين كلامي ولا لا؟ دي الادكتور ماجنس، عشان كده النيرف سبلاي بتاعها ما بين الاوبتيوريتور وما بين السياتيك. النيرفات اللي عندي، بس في عضله هنا عايز اوريها لكم الاول. بصوا لي عليها العضله دي واللي جنبها. انا فين الاول؟ انتيريو. انا انتيريو. فين البكتينيس؟ بكتينيس ليزي على اليسار تحت. البكتينيس انتوا شايفينها يعني؟ انا في البكتينيس؟ لا فوق. انا في البكتينيس؟ انا جنبها. اي حاجه جنب البكتينيس وجنب مين؟ مين دي؟ شايفين جنبها بس تحتها شويه اهو. اليوسوس. اليوسوس. فيمورال نيرف. ال 2 3 4. ال 2 3 4. البكتينيس النيرف سبلاي بتاعها؟ اوبتيوريتور وفيمورال. ال 2 3 4 امال الاوبتيوريتور؟ ال 2 3 4 بس واحد دورسال ديفيجن وواحد فنترال ديفيجن. الاوبتيوريتور فنترال ديفيجن، الفيمورال دورسال ديفيجن. بس لو كتبت ال 2 3 4 صح. الادكتور لونجاس وبريفس اوبتيوريتور. فين بقى الاوبتيوريتور؟ دوروا لي الاول على العصب المحترم ده وبصوا لي عليه كلكم. شايفين العصب ده؟ طالع منه برانشات كتير، بس على الاقل في الفرونت اوف سايد ولا مش في الفرونت اوف سايد؟ فيمورال نير. ده الفيمورال نير. خلي بالكم من النيرف اللي هجيبه بقى تحت شويه وجايبه من تحت البكتينيس. هاشير اليه بس اهو. شايفه طبعا دي البكتينيس اهي، هو تحتها اهو. الجماعه اللي قدام عارفين فين مكان البكتينيس؟ شايفين حاجه ماشيه تحتيها على طول؟ شايفينها ولا لا؟ اوبتيوريت. شايفين البكتينيس؟ شايفينها؟ طب هي فين؟ هي فين؟ حد يوصفها لي كده؟ تحت الفيمورال اللي هي مقطوعه. في الشباك المفتوح فيها. في الشباك هي ده الشباك المفتوح فيها. مش ده الشباك المفتوح فيها؟ في عصب معدي من تحت اهو. ده مين؟ اوبتيوريتور. ها؟ برانشات. ما هو له تو ديفيجن، انتيريو ديفيجن وتيريو ديفيجن. واحد بيمشي قدام الاوبتيوريتور، واحد بيمشي ورا الاوبتيوريتور. الاثنين هنا طالما تحت الاوبتيوريتور اكتب لي اوبتيوريتور. انزلوا لي بقى على تشوفها. هتقول لي مين فيهم بسرعه كده مع بعض؟ فين اللاترال ماليولس؟ اهي الميديال ماليولس اهي. اللاترال ماليولس تحتها عضلتين، ادي واحده واللي تحتها اهي. برونيس لونجاس، برونيس بريفس، اثنين ورا بعض اهم من غير ما اتعب. اللي تحت هتتعبني يبقى احط فيها الاله. وانت في الامتحان قبل ما تقول ان هي اوبتيوريتور برونيس لونجاس، اتاكد الاول ان ما فيش عليها تندر. اذا كان اللي على الوش ده يبقى اللونجاس. ما فيش غيرهم هنا عند اللاترال ماليولس. لو جينا عند الميديا المالينس، ادي الميديا اهي، ادي الميديا اهي،
الترتيب اول تندون اهو تيبياليس انتيريور اكستنسور هالوسس بعدين مباشره ورايح للصباع الكبير كمان اهو وبعدين اكستنسور ديجيتور واخر تندون اللي هو الرفيع ده شايفينه اللي هو رايح عند الميتاترسل الخمسه اللي هو التندون ده جاي جزء من العضله دي البرونيا ستيرشس يبقى ده البرونيا ستيرشس برونيا بري لونجاس برونيا بريفس والترتيب تاني تيبياليس انتيريو يلا اكستنسور هارشس اكستنسور ديجيتور اللي هو فيها التندونز الكتيره دي وبعدين برونيا ستيرشس ركزوا لي بس في التيبياليس انتيريور والهالوشس والديجيتورا نيجي على الميديا المالينس ونروح للخلف ادي الميديا المالينس اهي في حاجه هنا اول حاجه مباشره ورا اهو 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 مباشره تيبياليس بوستيرو اول تندون وراه على طول فليكسور ديجيتور فليكسور ديجيتور من قدام اللي كان بعد التيبياليس كان الهالوشس ده الديجيتورا ودوروا لي بقى على اخر عضله اهي حد بقى يقدر يلخبط ما بين دي وبين دول الاثنين دول جنب بعض فوق بعض بالمنظر ده كده وشويه اهو فوق بعض اهو ولما يجوا عند الملس يتفرقوا عن بعض بس اللي ناحيه ميديال على طول التيبياليس اللي ورا على طول الديجيتورا الهالوشس مش هتعب فيه هم جاي كده وحاطط لكم السلاح في اخر حته هنا او هو جاي من تحت كده ورافعه كده تحس ان انا رافع حاجه فليشي قد كده مفيش حاجه فليشي وتحت وفي المكان ده مش تندون تحس ان هي ملهاش تندون هي لا تندون بس حتى اللحظه دي انا شايفها فليشي لحمه حمراء ده الهالوشس ونغطي عليها بالاثنين دول اللي هم مين ادي السوليوس ده الجاستروكريموس وده مين؟ وده السوليوس. لو طلعنا فوق خالص هنا وسالتك على عضله في المكان ده. انا في الباب وفوق هيبقى مين؟ بوبليتيس. وطبعا اتكلمنا احنا على التيبيال نيرف اهو. نيجي بقى على مين؟ على الفوت ده اول طبق قدامنا هنا. مش هتعب فيه. ما تعبتش عشان اطلع حاجه. هتلاقي عضله على الطرف وعضله على الطرف وعضله في وسطها. اللي على الطرف هنا ناحيه الصباع الكبير ابداكتور. بولشس ايه بس هالوشس ودي ابداكتور ديجيتي مينيمي واللي في وسطهم دي فليكسور ديجيتورم بريفيس ادي على الوش واضح كانوا جايبين لور لمب بتاع فوت هنا بلاستيك دي اول طبقه اللي احنا رفعناها يا جماعه ابداكتور هالوشس ايوه انا قاعد ادور على دي وفي واحده بقى كانت هنا بصوا شكل دي كده اه ما احنا شفناها هنا ليه زي دي دي ابداكتور ايه هالش واللي هنا كانت ابداكتور ايه اللي في وسطهم وطالع منها كذا تندون دي انا هرفع دي كده بصوا اهي وتيجي في الامتحان هتشوف المنظر ده تندون مش ده شايفين المنظر ده بصوا له كده كويس عضله والتندون طالع منه على استقامته اهي شايفين المنظر ده ده الشكل ده شكل المنظر ده ايه اللي انتوا شايفينه هنا تندون برضه اهو بس تندون مدينا اربعه تندون طب ما في اربعه تندون اهو ايوه بس في تندون مدينا اربعه هنا ما فيش واحد عشان ما تلخبطوش بينهم انا هاجي في الامتحان هرفع لكم دي كده مش هشيلها لكن اللي انتوا شايفينها ده التندون اوف ذا فليكسور ديجيتورم لونجس الحته اللحمه الحمراء الصغيره اللي فوق دي لامبريكلز والعضله اللي داخله عليه دي اكسسوريس فليكسور ديجيتورم اكسسوريس لو رفعت ده ودخلت لكم على المصيبه دي شوفوا فين اهي تحت خالص اهي الدكتور فاكرين العضله اللي هنا اللي عشان اوصل لها برضه دخلت اللي هي كان اسمها الدكتور بولشس دي اسمها برضه الدكتور ايه هالوشس الدكتور ايه هالوشس ده بالنسبه للبلاستيك ايه رايكم في دي سوبرفيشال متشرحه ولا انت كده في الديسكشن الديب طب ادور كده واحط لكم ايه ارفع لكم كده حاجه ايه دي فليشي ولا تندون بصوا لها كده كويس يا سلام ايه ده المهم الاكسسوارز دي اللي انا كنت عايز اوريها لكم خلي بالكم هعمل ايه بقى الوقت دي خلي بالكم ايه الفرق بين دي واللي انت كنت حاطط ايدك عليها من شويه؟ دي الجماعه اللي هنا
دي كانت على السوبرفيشال اهو، لكن شوفنا داخل هنا في العمق. هذه ايش؟ انا هوري لك الرين الحين. اللي برا ايش؟ دي الاكسسوارز اللي جوه خالص، دي شايفين اللي في العمق دي الادكتور. مين الادكتور؟ اهي يا جماعه في العمق خالص اهي، النيرفات هي تحت النيرفات دي كمان اهي. دي مين كده؟ ده سوبرفيشال لسه. طب احنا شايلين الطبقه السوبرفيشال خالص اللي كانت هنا اهي، شايفين العمق ده؟ ده ما بيتسالش اكتر من كده. هتقولي بقى السكيلتون بتاع اللور ليم بتاع الفوت المفصل دي، لو جات دي تيلس، لو قال لك المفاصل المشتركه فيها الانكل من فوق فليكشن واكستنشن، ده كان هنج، والمفصل اللي تحتها ده اللي هو اسمه السب تيلر ايفيرجن وانفيرجن. لكن ممكن يجي هنا ويظلل المنطقه دي، كان معايا قلم، بس الحاجات اللي هي ممكن تيجي يعني. دي الكالكينيان تيوبروستي تندو اخيلس اللي هو الكالكينيان تندو، كالكينيان تندو بتاع الجاسترو كلينيوس والسوليس، والنيرف سبلاي بتاعهم كان مين؟ التيبيا النير. خلي بالكم دي حاجه، دي تيوبروزيتي اوف ذا فيفس ميتاتارس، تيوبروزيتي اوف ذا فيفس ميتاتارس، برونياس تيرشيس. فاكرين برونياس الثلاثه؟ برونياس تيرشيس دي ممكن اللي يجي فين؟ هنا، ما يتمسك هنا. خلي بالكم اللي جايه دي بقى في المنطقه دي، ده الفيرست ميتاتارسال، لو حط لي علامه في الجزء الداخلي منه هنا. لا غير السيسامويد، انا بتكلم مين اللي ماسك هنا؟ العضله اللي كانت الديب قوي اللي هي كان اسمها ادكتور هالشس. شفتوا كم نقطه انا حطيت عليهم علامات دول؟ هاتوا لي الهيدن ريك. العضله المهمين اللي هنا بس دولت، دي الاسترنوماستويد اكسسوري نيرف وسي 3 و4 اللي اتكلمنا عليه، اللي جنبهم ديت اللي هي الترابيزيوس برضه اكسسوري نيرف وسي 3 و4، ده البوستيرو تريانجل. كل عضله من دول لما تتكلموا عليها اعرفوا هي بتشارك في عمل كام تراينجل، يعني مثلا الاسترنوماستويد بتشارك في عمل كام تراينجل؟ في الانتيرو تراينجل بكل اجزائه وفي البوستيرو تراينجل زي ما هنشوف دلوقتي. لو انا رفعت دي كده هتلاقوا العضلات الاتيه، عضله وعضلات كتير كتير تحس انها عامله زي الصوابع. الاولانيه خالص دي سبلينياس كابيتس، سبلينياس كابيتس اللي هي هتحس ان هم اتنين جنب بعض، اول اتنين جنب بعض قبل اخر اتنين، اول اتنين دول لانها بتبقى ديجيتيتد عامله زي الصوابع كده، دي الليفيتور سكابولي. واخر واحده هنا ادي واحده وواحده هم جنب بعض في الاخر خالص، سكالنس ميدس وسكالنس انتير. تاني سبلينيس كابيتس ليفيتور سكابولي الاثنين دول على بعضهم، واخر حاجه من تحت اسكالين ميدياس وانتير. واضح؟ لو جينا قدام هنا احنا ما شفناها. حاضر. دي الاسترنوماستويد، دي الترابيزيس. لو رفعت دي كده دي سبلينياس كابيتس، الاثنين دول ليفيتور سكابولي، اسكالناس ميدياس اسكالناس انتير. انتير ها؟ انت تعبت خالص. معلش قربت اخلص. انتير ها؟ انتير اهي الصغيره خالص دي. اخر واحده تحت خالص. تظهر بالعافيه يعني. بصوا يا جماعه لو جينا في الفرنت ورفع لكم العضله دي، شايفين العضله اللي في الفرنت دي؟ على الاقل شايفين حاجه هنا. دول الانفرا هايود ماسلز. بس شوف انت فين؟ انت عند الثيرويد ولا فوق هنا؟ دي ثيرويد، دي هايويد، دي واصله لغايه الثيرويد، اسمها استرنو مش واضحه قوي. انا عايز هيدا النيك تكون فيها البتاع ده واضحه يا جماعه. هذه؟ لا مش واضحه. اهي شايفين دي كده؟ دي في الفرنت اهي. دي استرنو وعاليه قوي، استرنو هايويد اهي. واللي احنا شفناها تحتها الوقت دي كان استيرنو ثايرويد. ايه الفرق بين دي ودي؟ دي تحت المندبل على طول، لكن دي اقل شويه. يشوفوا دي فين الفرق بينهم قد ايه؟ دي هايود ودي ثايرويد. سيبكم من دي برضه، خلي بالكم ركزوا معايا في اللي جاي دي بقى. بوستيرو بيلادايجاستريك فيشيال نيرف بتعمل لي جزء كبير مهم جدا من الدايجاستريك تريانجل. التريانجلز في مش في الاوسبي، التريانجل تيجي في الاند بلوك زي ام سي كيو وموديفايد. التريانجلز بالباوندرز بالكونتنت، انما هنا هحط ايد على عضله. شفتوا دي؟ شفتها كويس؟ عشان اخلص منها. بوستيرو بيلي دايجاستريك. انتيرو بيلي دايجاستريك. انتيرو بيلي دايجاستريك. نيرف 2 مايلو هايويد مانديبولار نيرف. يبقى دي الانتيرو بيلي ودي البوستيرو بيلي. اطلعوا لي بقى في المنطقة دي. باكسينيت. باكسينيت. فيشيال نيرف. هنا
Orbicularis oculi, facial nerve. Orbicularis oris, facial nerve. خشينا تاني هنا. باكسينيت. خلي بالكم اللي جايين دول وهيبقوا آخر حاجة. Lateral pterygoid, medial pterygoid. Lateral pterygoid, medial pterygoid. Lingual nerve, inferior alveolar nerve. Medial pterygoid, lateral pterygoid. Lingual nerve, inferior alveolar nerve. Lateral pterygoid لفوق وماشية بالعرض كده. المقابلها من تحت هنا وماشي عليها العصبين دول medial pterygoid. Lingual nerve, ناحية الفيس inferior alveolar nerve داخل في المندب. lateral pterygoid medial pterygoid lingual nerve inferior alveolar nerve lateral pterygoid medial pterygoid seater وين بتسنيت هنا طيب؟ تحت الثلاث فوق المندبل اخر واحدة يا بقى تيمبوراليس تيمبوراليس فين الصوفت بقى هو طلعه فين انا راحت فين لكن معي وقت تاني يلا يا شباب يلا 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 انا مش بتكلم انا في الفرنت ولا في الباك يبقى ده ريكتس فيمورس ودي سارتوريوس اللي بيتكلموا فاستاس ميدياليس فاستاس لاتيراليس اللي تحتهم اهي فاستاس انترميديس اللي في الجنب هنا اهو اليوتيبيال تراكت ظاهر اهو معايا والعضله اللي داخله فيه من فوق اهي تنسور فاشيالات لو جينا في الخلف جلوتياس ماكسيمس جلوتياس ميدياس شايفينها الاول ولا لا؟ يا واد اللي بتتكلم يا واد اتكلم بره يا واد جلوتيس ميدياس اهي اللي احنا ما شفناهاش مينيمس اللي تحت خالص دي اللي هي مين؟ مينيمس مين ده؟ كاليفانوس ده تندون ولا ايه ده ده اهو كده اوبتوريتور اوبتوريتور انترنس انا مش عارف اشيلها لكم طبعا تعالى كده عشان هم اوبتوريتور اوبتوريتور انترنس فوقيها على طول اللي هتلاقيها فليشي وكبير اهو بعدها على طول اللي هي دي كلها دي البايريفورم امال مين العضله المربعه دي حلو كان احنا في الباك ولا في الفرنت احنا كده في الباك ولا في الفرنت مين دي هاي تندون مين دي بايسبس اللي تحتهم دي مين سيمي ممبرينوزس مين ده اهو قبل ما ينقسم اهو هذا مين كومن برونيه وده مين وده مين جاستروكنيمس وده مين سوليوس معايا ولا لا معايا اقلب اقلب بيتكلم ده ربنا يهده قادر ربنا طالما مش راضي يسمعوا كلام مين دي؟ جراسيل سيمي تندنوزس قلنا لما نبص احنا شايف احنا فين احنا ميديال ولا في الباك؟ ميديال احنا كده في الباك اهو لكن دي احنا هنا في الميديال اهي عند الجينيتاليا جايه من عند الجينيتاليا اهي صح ولا انا غلطان؟ اهي يبقى ديت اللي هي سيمي ايه اللي احنا اللي بنتكلم عليها جراسيلس مين اللي جنبها دي بقى هنا؟ اهي احنا هنا في هنا في ميديال اهو الدكتور لانجر اليوسوس ايه بس؟ دي 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 طويله زي المثلث اهي البكتينياس مقطوعه جنبها اهي هذا البكتينياس اهي اهي مش انا قلت اثنين كانوا كتف جنب كتف في البلاستينيتد دور عليهم تاني اللي زي المثلث وطويله دي شويه على الوش ما عملتش اي مجهود دي اللونجس ودي مين بكتينياس لو شلت اللونجس ومن تحت لو شلت اللونجس ومن تحت ودخلت في واحده كبيره انما لو كانت هشيلها وكانت من فوق اهي تحتيها اهي 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 اللونجس مش دي اللونجس تحتيها ومن فوق غير تحتيها ومن تحت مش انا قلت الكلام ده من فوق اهي دي مين كده الوقت اللي ظاهره دي ومين اهي خلي دي هنا والتانيه اهي اهي
اهي اللي فيها الآلة دي، دي الماجنس. واضح؟ مين ده؟ وفي غيره، في مورال نيرف احنا في الفرنت اهو. طب لو جه هنا من تحت كده ورفع لي اللونجس ورفع لي حاجه لونها ابيض من تحت، انا عصب اهو. اهو في فرق بين ده اللي على الوش من غير ما اتعب، وفي واحد رفع لي اللونجس وطلع لي اللي تحتيه. انزلوا لتحت، شيل البتاع الجهاز ده عشان هيتبهدل. فين اللاترال مالولس وفين الميديال مالولس؟ هذا اللاترال. اه حد كان عينه فين؟ بصوا كده معايا، هذا اللاترال مالولس اهو. اتنين تندون وراها على طول اهو. ده مين؟ برونياس. ايه؟ واللي تحتيه اهو بريفس. تالت ده ظهر قوي ده هنا. ظهرين كويسين؟ اتنين اهو. نيجي بقى عند اللاترال الميديال مالولس. ادي الميديال. تيبياليس انتيريور. رايح للصباع الكبير اهو. فليكسور هانشس. فليكسور ديجيتورا. معايا ولا لا؟ ومش واضحه البرونياس تيرشس. ما يهمنيش تيرشس. الميديال مالولس هروح وراها. اتنين تندون ظاهرين قدامكم قبل ما اعمل اي حاجه. اتنين ظاهرين قدامكم اهم. ادي الميديال، في اتنين دول اتنين ورا بعض اهم. اهي التبيالس بوستيريور، وده مين؟ اهو. وبعدين الاقي مين بقى اللي قلت لكم عليها؟ اللي هي ايه؟ لحمه حمراء فليشي في الاخر خالص اهو. ماهيش تندون هنا، وتحت الجاستروكنيمس اهي اللي هي دي. واضح؟ لا تشمس قرصان. انا قلت في الارم هو مقطع وبايظ، معلش. وهنحاول نطلع من الفسيخ شربات. عارفين الفسيخ؟ عارفين الفسيخ؟ حاجه منتنه كده بياكلوها المصريين. ليه بس؟ مين دي؟ اللي كان بيقول بكتوراليس ميجر. بكتوراليس ميجر. اهي. اهي. تحتها مين؟ اهي مثلث. صح ولا غلطان؟ شيلوا الاثنين كده. اهي. سري. يا سلام. اهي سابس كابولاريس. صباع مين؟ واضح. ودي مين بقى اللي هي الكبيره دي؟ ديش مصدر صاد. وقبل ما اشيل الهم اللي احنا عاملينه ده، دي مين اللي على الوش دي؟ البايسبس. كل دي البايسبس اهي. ارفعها كده، ارفعها وهجيبها الناحيه دي كده شويه. ممكن مين دي اللحمه الحمراء دي اللي تحت البايسبس؟ هذه الكره. مين العصب اللي طالع من قلبها وماشي تحت البايسبس ده؟ طيب بقيه النيرفات اهي نعدلهم كده، وهنبعد نهلكوا في الامتحانات. ما تخافش، ده لو كان هنفترض هنجيب حاجه زي ده. انا بوريكوا الصعب عشان يبقى كل واحد فيكم لو شاف السهل يعرف يعرفه. مين ده؟ مين ده؟ مين ده؟ عرفتهم يعني؟ عرفهم؟ طيب شيلهم كده على جنب اهم. مين ده؟ مسكر. عرفته ازاي؟ تحت البايسبس. برافو، على تحت البايسبس وداخل في الكوراكو براكيرس. طب اشيل ده كله بقى ودعبس كده، ادور على مين؟ الراديال. ادور عليه. هذا الراديال. ايه رايكم يا جماعه في المنظر ده؟ الراديال. ايه الفرق بين اللي انا مسكتهم هنا دول وده؟ في اثنين طالعين اهم. في اثنين طالعين. في واحد اهو لو مشيت وياه مش هتلاقيه ماشي في الكوراكو براكيالس، ومش رفيع زي ده، تخين. بصوا على السكنس عشان في الامتحان ما حدش يقول لي ده الماسكولوكوتينيوس. مش ممكن ماسكولوكوتينيوس يبقى بالحجم ده. ماسكولوكوتينيوس كبير اهو. مش بس بنعرف الحاجه بالاناتوم بتاعها في مكانها، بنعرفها حتى بالحجم اهو ده. لكن ده لا يمكن يبقى ايه؟ ماسكولوكوتين. ده الريدي. وابنه اهو الصغير اللي ماشي جنبه اهو، اخوه اهو. شايفين؟ ده اكزيلا. انزلوا بقى معايا من تحت هنا، او خلينا فوق في حاجه هنا عايز اوريها لكم. مين دي؟ مش احنا شفنا دي؟ امال مين دي؟ ده الترابيزيوس. ومين اللي في الكتف دي؟ ومين اللي في الخلف هنا ده؟ دي العضلات اللي فين؟ اللي في الفرنت هنا. بسرعه بقى معايا عشان نخلص ونمشي من هنا. ايوه يا سلام عليك. ندور على البرونيتور تيرس. انا مش شايف لاي حاجه. ده قطعوها. مش قطعوها، ده كلوها. يا ساتر يا رب. الصبر بس، الصبر. من قطعين مين دي؟ التيرس. ايه؟
وبعدها لو انا مشيت الناحيه دي دخلت على مين؟ على الباك. لو دخلت كده دخلت على الفرونت. دي البرونيتو تيرس. بسم الله عليك. ده مين؟ برونيتور ايه؟ وراها على طول. ابصوا كده معايا فليكسور كاربي رادياليس. ادي البلمارس لونجس اللي ما كانتش قبل كده ظهر. بلمارس لونجس اهي. وبعدين الكبيره المحترمه دي فليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس. واخر تندون هنا اهي فليكسور كاربي النارس. لو رفعت الكلام ده كده وقطعته وجبته على جنب كده بعدته كده عن بعض، فين اللاترال وفين الميديال بتاعنا؟ اللاترال اهو. يبقى مين التندون ده؟ بتاع البوليشوس لونجس. ومين التندونات الكثيره قوي دي؟ اهي 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 البروفانتس. متهيألي كده حفظتوا كل حاجه، حفظتكم انا كل حاجه دلوقتي. ارجعوا تاني. ادي البرونيتور، ادي البرونيتور تيرس. مين اول عضله بعد البرونيتور تيرس في الباك على طول؟ بريكيو رادياليس. اقلب معايا بعد البريكيو رادياليس هتلاقي فين؟ اهي ادي اكستنسور كاربي رادياليس لونجاس. واللي تحتها مين؟ اهم ثلاثه. وادي واحد اثنين ثلاثه. تاني ادي واحد اثنين ثلاثه. وبعدين مره واحده بيطلع قدامي ده. ده واحد ولا اتنين جنب بعض اهم. وبعدين ده الواحد اهو، واحد ابداكتور اهو، اتنين ابداكتور وبريفيس واللونجس اهو. وبعدين لو دخلت اكتر هنا دي الديجيتور. لو رفعت الديجيتور وجبت اللي تحتها ده، ده الانديسز اهو. رايح للصباع ده انديس غير التلاتة دول. معايا ولا لا؟ بكلم نفسي ولا ايه؟ واخر واحدة هنا هنشوف اللي هي مين؟ النارس. لو رفعت الكلام ده كله وجيت حطيت لكم في آلة في المكان ده كده، دي السوبينيت. فين التيبيا؟ التيبيا فين؟ التيبيا كان في حاجة عايز أقول لكم عليها. فاكرين وأنا بكلمكم على الميديا المالوس أقول لك الميديا سيرفيس كان تحت السكن وكان فاضي مفيش فيه حاجة؟ آخر حاجة فيه كان بقيت كلام اللي ما قلتوش. لو احنا ظللنا آخر حاجة في الميديا سيرفيس ومن فوق في المنطقة دي اللي هو اس جي اس اللي هي الطويله دي، واثنين بعدها سارتوريوس جراسيلس سيمي تندونوس. شفتهم؟ مهمه دي برضه. بالتوفيق يا شباب. شكرا.